باللون البامبي نقدر نقول فريق عبد الله المدلج، وهدف اول. مش ممكن مش ممكن، اسرع هدف في البطوله، اسرع هدف في البطوله سجل عندك، سجل عندك يا رائد مع الثانيه التسعة او الثانيه العشرة نقدر نقول اول اهداف اللقاء، انطلاقه وسرعه ومهاره جميله جدا. ان شاء الله في اطمئنان كده انه ان شاء الله هيلحق تصويبه. صاروخ 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 يا ولد يا ولد يا ولد، مش معقول يا تياجو، مش معقول يا تياجو، رايح لاكرم جانا ومسؤولي الفريق تياجو كوبيك. تاني من جديد، ايطاليا ايطاليا وصيف العالم مره، وهدف في تاني مره، الهدف لتاني مره، مش معقول مش معقول يا توني. اتحدث عن توني وعن ايطاليا كوصيف للعالم، ايطاليا لم تحصد كاس العالم للصالات ولا مره، لكن توني يسجل لتاني مره صاروخ. مش ودي التصويبه، يسجل، نعم يسجل تياجو، يسجل تياجو الهدف الثالث ويحول الخساره بهدف الى التعادل ثم الفوز بالثلاثه. ثلاثة واحد بركنية. ادي عبد الله الشاطي تاني بيقف على الكره كويس وبعرض الملعب. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله، يا ولد يا ولد، عبد الرحمن الشاطي، عبد الرحمن هو اللي عملها بالعرض، برافو يا عبد الرحمن. ولكن على طول كالعاده تياجو في المكان المناسب والوقت المناسب. تياجو يسجل الهاتريك، يرفع الرصيد الى اربع اهداف مقابل هدف. ادي جميله قوي من عبد الرحمن الشاطي لاعب التضامن عبد الرحمن.